بعدين بقى، إلى أكثر من نص ساعة واصل الطيارة ولهلأ ما بين رامي. سألت بكشف المسافرين، رامي وصل وهو بخير وسلام الحمد لله. نبيل حبيبتي اهدي. يعني شو؟ يعني ما استفاد من العلاج؟ يعني ضل مشلول؟ تماسكي وخلينا نستقبله منيح. يلا 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 يلا. من بكرة نستفسر عن أفضل المشافي بالعالم ومن راسنا. رامي لازم ترجع توقف على رجليك من أول وجديد. رني ما في فايدة، المشفى اللي كنت عم بتعالج فيه خبروني قبل ما أطلع إنه ما في أي مشفى بالعالم ممكن يقدم لي أكتر من اللي قدموا لي إياه. طيب أخي رامي، ما خبروك عن سبب العلة؟ قالوا إنه ما في أي مرض أو إصابة يعالجوها. لكن ليش ما قدروا؟ خبروني إنه العلاج صار بإيدي. بإيدك؟ كيف يعني؟ ما فهمت. قالوا احتمال كبير انه سبب اللي انا فيه شيء نفسي، ولحتى اشفى لازم دور على علاج بايدي. كل ما تذكرت شو قالوا لي بيجعني راسي لاني ما فهمت عليهم. وهلا شو العمل؟ ما بعرف، انا تعبان من السفر وبدي ارتاح. طيب اخي رامي، انا بستاذن وان شاء الله برجع بطمن عليك بوقت تاني. شكرا استاذ نبيل. ولا يهمك رامي، نحن معك وجنبك على طول. يا حبيبي يا أخي، وأنا عم أقول لحالي ليش كانت لهجته متغيرة معي بآخر تليفون. داري حابس وجعه بقلبي، بس ما كنت متوقع هذا السبب. رنيم، أنا بعرف إنه هالوقت مو وقت نصايح، بس أنا بدي إياك متماسكة أكتر من هيك على القليلة مشان نعرف شو ممكن نسوي، وتأكدي إنه نبيل جنبك. نبيل أنا محتاجتك جنبي. وأنا جنبك يا رنيم، وجنب رنا وجنب رامي كمان.